أنا جد سعيد أنني كنشارك في معرض الفرس لأول مرة بمجموعة من الأعمال الفنية لتقريبا عدد اللوحات اللي إن شاء الله المشارك بها هنا عدد 13 لوحة متنوعة في مجموعة من البوزيسيون ديال الفرس، الفرس البربري الأصيل والفرس العربي، وخدمتهم بواحد الطريقة ديالي خاصة وهي الطريقة التكعيبية والسوريالية والمستقبلية. ففعلا معرض الفرس استضفنا مع مجموعة من الفنانين اللي هما جاوا من مجموعة من المدن المختلفة، وكل فنان جاب طريقة دياله الخاصة بأسلوب دياله، وهذا المعرض هذا فرصة للتواصل ما بين الفنانين وما بين الناس اللي متعطشين لهذا ديال التبوريضة وديال الفرس وديال معرض الفرس، لأنه هذا المعرض كيجمع بزاف ديال الأشياء. بالنسبة للمشاركات ديالي، أنا شاركت في العديد من المعارض الوطنية والدولية في مجموعة من المدن في المغرب، يعني شاركت بزاف، وفي الخارج شاركت في فرنسا وفي مصر، يعني شاركت عديد عدة مرات. الحركة ديال معرض الفرس هي فيها مجموعة من الاستفادات، ما هي معنوية وهي فرصة للتواصل ما بين الفنانين وبين الناس المتعطشين بالفن التشكيلي ولي كوليكسيونور اللي كيقتنيوا الأعمال الفنية، والناس اللي كيبغيو يشريوا، الناس الزوار اللي كتعجبهم شي لوحة راه يقتنيوها يشريوها عند الفنان، أو حتى ما هي معنوية ومادية وثقافية، لأن حتى هذا المعرض هذا كتستافد منه بزاف ديال الأفكار من العروض اللي كاينين ديال الفرس، وكتعرف الصفات ديال الفرس وانواع ديال الفرس ومسابقات ديال الفرس، لانك كتستافد بزاف ديال الامور اللي هي كتعاونك مستقبلا في انجاز اعمال فنيه. من ناحيه اقبال على اللوحات الفنيه حاليا شويه قليل صراحه، ولكن كاين الناس اللي مهتمين فنيا كيجيو يشوفوا الاعمال، وهذا حتى حد ذاته حنا كيشجعنا، يعني ماشي ضروري انك تبيع اللوحات ديالك ولا تسوقها، وانما حتى داك اللقاء مع الفنان مع الناس مع المتلقي بحد ذاته استفاده كبيره، لان من دون المتلقي ما يمكنش للفنان انه يمشي بعيد.